فيلم شيفور، فيلم انتاج ديال القناه الثانيه، مدير الانتاج ديالو سي مشور اللي كنحييه الحنين، اخراج ديال حسن غنجا، وتشخيص ديال سعيد باي، نجاة خير الله، عبد العيسى الجراري، مجموعه ديال الممثلين اللي محبوبين عند الناس. تجربه زوينه في واحد روبيراج ديجا، الديكور اللي صورنا فيه حتى هو جميل جدا في ظروف اللي كانت ممتازه. نواحي ديال واحد الارض اللي هي سبيريتويال ديال بو عبيد الشرقي، شاي الله بو عبيد الشرقي على الشرق. نواحي ديال بجعد وبني ملال، ديكور كان مزيان واخا كان شويه البرد، ولكن داك الشيء كان زوين. فوالا، ما نقدرش نقول لك على القصه، نخليكم تكتشفوها. فيلم تلفزيوني اللي الناس غادي تشوفوه، كنتمنى يروقهم. بعد التجارب كلهم بحال ولادي، ما كاينش شي تجربه اللي نقدر نكون، ما نقدر بحال ولادك، ما تقدرش تفضل واحد على الاخر، البكر على اللي تزاد ولا الذكر على الانثى. وخاصة انا من بكري يعني، من شحال هادي وكنضرب تبارع يعني، من من السينما يعني، من يعني الافلام مثلا حديث اليد والكتان عمر شريبي، ولا اوبيراسيون كازابلانكا اللي درت على برا، فيلم اللي لعبت فيه بطوله يعني خارج المغرب، ولا من شانيلي تي في يعني اللي كان عنده واحد بحال قلتي جا قبل من الوقت ديالو، قبل من عصر الفيسبوك وعصر اليوتيوب. فملي جا من بعد الناس عاودت اكتشفته وعجبها اكثر من الاول، لان ما كانش واحد النوع ديال اللي كاع ديك الساعه ما كانش منتشره. فكل عمل وكيعطيك واحد شويه، غير هوايا الحظ اللي كان عندي هو كان واحد غادي بخطوه، ما كاينش داك الشيء ديال الشهوب الاصطناعيه ولا الابهار ولا واحد العمل ومن بعد تخبر. فبنادم غادي بشويه كيجتهد وكيطور المقدورات ديالو، كيطور التكوين ديالو، وكيسعى للحوايج اللي غادي تروق للناس، والحوايج اللي تكون هادفه، والاعمال اللي تعجب الناس. يعني هذا هو الهدف اللي كاين عندي. كنشكرهم بزاف، هما الرباح، هما راس المال، ولا اللي خطيهم علينا، والله يخلينا ديما خاوه وحباب. ورمضان كريم وعواشر مبروكه باش ما تمنيتو. تحيه لموقع احاطه. السلام عليكم.